راديو أورينت يقدم قصص لا تنسى، روائع القصة القصيرة في الأدب العالمي. تحية لكم أعزائي مستمعي راديو أورينت، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم قصص لا تنسى الذي نستعيد فيه روائع القصة القصيرة في الأدب العالمي. نطف بكم في ثقافات شتى لنتذوق وإياكم تيارات الأدب العالمي ونقطف نتاج أدبائه الكبار الذين غدا أدبهم صورة عن مجتمعاتهم شرقية كانت أم غربية. في حلقتنا اليوم لا نبتعد كثيرا، إذ نتوقف مع أدب الجارة تركيا لنقرأ لواحد من أبرز كتاب الأدب التركي سخرية وأكثرهم غزارة وشهرة وذيوعا. إنه عزيز نيسن، الأديب التركي المعاصر الذي أثرى الأدب التركي بكتاباته الساخرة، والذي نقرأ له قصة بعنوان الحذاء الضيق، فكونوا معنا. روائع القصة القصيرة في الأدب العالمي حصريا على راديو أورينت. إنني أفكر دائما في بلدي، وأحاول أن أجعل من كتاباتي الطبوغرافيا اجتماعية للشعب التركي. هكذا تحدث عزيز نيسن في إحدى حواراته ذات مرة، مؤكدا سعيه الأدبي الحثيث لرسم صورة ناقدة وساخرة لحركة الحياة والمجتمع في بلده تركيا. ولد عزيز نيسن واسمه الحقيقي محمد نصرة نيسن في 20 من كانون الأول ديسمبر عام 1920 في إحدى الجزر القريبة من إسطنبول في بحر مرمرة، وكان ابنا لعائلة معدمة فقيرة عاشت ويلات الحربين العالميتين الأولى والثانية، ما دفعه للالتحاق بالكلية الحربية التي تخرج فيها ضابطا عام 1939. اختار عزيز نيسن اسمه المستعار كي ينشر به كتاباته الأدبية التي بدأها حين كان عسكريا، وكان ممنوعا على العسكريين الكتابة في الصحف والمجلات. وفي عام 1944 سجن وسرح من الجيش، وقد عانى نيسن واعتقل ووضع تحت المراقبة في كل العهود تقريبا، وخاصة في الفترة بين عامي 1945 و1960. بدأ عزيز نيسن حياته الصحفية في أربعينيات القرن العشرين بعد تسريحه من الجيش، وعمل في بداياته مديرا لتحرير صحيفة الأراغوز الساخرة، ثم أصدر مجلة باسمه، لكنها لم تستمر أكثر من 8 أسابيع قبل أن يتمكن عام 1946 من إصدار جريدته الشهيرة ماركو باشا، التي وصلت مبيعاتها إلى 60,000 نسخة يوميا وتسببت بسجنه. في عام 1947 حكم عليه بالسجن مرة أخرى ل10 أشهر وبنفي إلى بورصة بسبب مقالة تهجم فيها على الرئيس الأمريكي ترومان والقرض الأمريكي لتركيا في ذلك الحين. ومثلما تقلب في السجون تقلب عزيز نيسن في الجوائز، فقد حصل على جائزة السعفة الذهبية للكتابة الساخرة في إيطاليا عامي 1956 و1957، وجائزة القنفذ الذهبي من بلغاريا عام 1966، وجائزة التمساح الأولى من الاتحاد السوفيتي عام 1969، وكذلك جائزة اتحاد كتاب آسيا وأفريقيا عام 1975. انتخب عزيز نيسن رئيسا لنقابة الكتاب الأتراك في الستينات، وقد أنشأ وقفا باسمه نذر له ريع كل أعماله الأدبية لرعاية الأطفال الأيتام في آخر مراحل الدراسة الجامعية. كتب عزيز نيسن القصة القصيرة والمسرحية والرواية وأدب الأطفال، وكان كاتبا غزير الإنتاج ذا شعبية واسعة، حتى أطلق عليه لقب مارك توين الأدب التركي. كان عزيز نيسن كاتبا هجائيا رصد تناقضات المجتمع التركي، وصور بشكل عميق صراعاته الطبقية والاجتماعية، وكان السوريون أبرز من اهتم بتعريف قراء العربية بأدبه،
حيث كان المترجم السوري الراحل عبد القادر عبدلي أبرز من ترجم أعماله إلى جانب سوريين آخرين كجوزيف ناشف وفاضل جتكر وفاروق مصطفى. رحل عزيز نيسن عام 1995 عن عمر يناهز 80 عاما، وكانت آخر جائزة نالها في حياته الجائزة الدولية لحرية الصحافة عام 1994. ترجمت أعمال عزيز نيسن إلى أغلب لغات العالم الحية، واستلهم أدبه في أعمال تلفزيونية وسينمائية. أما القصة التي سنسردها على مسامعكم بعد هذا الفاصل فتمثل نموذجا للحس الفكاهي الانتقادي العميق الذي تميز به عزيز نيسن في كل أدبه، فابقوا معنا للاستماع إلى قصته الحذاء الضيق. قصص لا تنسى، روائع القصة القصيرة في الأدب العالمي، حصريا على راديو أورينت. يقول عزيز نيسن في قصته الحذاء الضيق نصحا قراءه قبل أن يسرد وقائع القصة: انتعلوا حذاء ضيقا عند ذهابكم لطلب يد فتاة، البسوا حذاء ضيقا بعض النمر عندما ستلتقون للمرة الأولى بمن سيصبح حماكم في المستقبل. تستطيعون الزواج من الفتاة التي تريدون عندما ترتدون حذاء ضيقا. حتى لو رفضت تلك الفتاة فإن والديها سيجبرانها على ذلك، وهذا مجرب لا محالة. لقد تعلمت تلك الحقيقة قبل سنوات طويلة. عشق سرمد فتاة حتى الجنون، وبسبب هذا العشق أهمل جميع أشغاله وأعماله. جميع أصدقائه كانوا يشفقون عليه وعلى حالته، حتى أنني قلت له ذات مرة: أتحبك الفتاة أيضا؟ وأي حب؟ إذا تزوجا. وكيف أتزوج يا أخي؟ فأنا وحيد هنا في إسطنبول، أمي وأبي في بوردروم، ولا أحد لي هنا، ومن سيطلب الفتاة من أمها؟ ياهو، تلك الأزمان ولت. اذهب مباشرة إلى والدها وقل له: توافقت واتفقت مع ابنتكم، لذلك أرجوكم أن تمدوا لي يد المساعدة لزواج بها. وأنا من أجل ذلك سأتزوج. والد الفتاة غني، وبغير هذه الوسيلة لا أستطيع ضمان حياتي. هيا لنذهب، ولدا الفتاة في البيت اليوم. لا لا أستطيع يا عزيزي سرمد. إيه، إنها خدمة أخوية وبفضلها ستنقذ حياتي. وافقت لأنه كان على وشك البكاء. حذائي الذي أنتعله مهترئ أضحى مثل تمساح فاغر فمه. أيعقل أن نذهب إلى بيت الفتاة بهذا الحذاء ولا نقود لدي لشراء حذاء جديد؟ طلبت سلفة من معلمي على الرغم من معرفتي ببخله وأنه يعتبر من أبخل من عليها. قال لي يومها: تذكرت، عليك 10 ليرات، هل سددتها؟ أما مديرنا الإداري فهو رجل طيب، أنقذني وأعطاني 15 ليرة على أن يحسم المبلغ من راتبي. اتجهنا أنا وسرمد مباشرة إلى سوق الأحذية المحلية، هناك تباع أرخص الأحذية. تعتبر الأحذية ذات المقاسات دون 37 أحذية ولادية، وتباع ب14 ليرة و70 قرشا، وما فوق وحتى 46 فهي أحذية رجالية أغلى ب10 ليرات، مقاس قدمي 38. إن هذه المفارقة تعتبر من أكثرها ظلما في هذه الحياة. أيعقل أن أدفع 10 ليرات زيادة بسبب نمرة واحدة؟ عدا عن ذلك، من غير المعقول أن يكون سعر الحذاء 38 بسعر 46. لم أستطع شرح هذه المظلمة للبائع بأي شكل من الأشكال، لذلك اتجهنا إلى المدير. أظهر تفهمه إلا أنه قال: ماذا نفعل إذا كانت الأنظمة السارية هكذا؟ لم أستطع ضبط نفسي، لذلك رحت ألقي كلامي قائلا سحقا لجميع أنواع الأنظمة في العالم: اصمت وإلا فتحنا محضرا بذلك. جمعنا ولملمنا كل ما لدينا أنا وسرمد، إلا أن ذلك لم يكفي لشراء حذاء مقاسه 38. قال لي سرمد: خذ 37.
ضيق لا يناسب قدمي. تنتعله من أجل خاطري. ياهو، أي خاطر وماطر في هذه الأحذية والأقدام؟ قلت بيني وبين نفسي، ماذا أفعل؟ من أجل خاطر الصداقة اشتريت الحذاء. أبرزت النوايا الحسنة لانتعال الحذاء. حقيقة حاول البائعان كثيرا مساعدتي. مسكين سرمد، حبات العرق تنساب من جبينه. وأخيرا نجح سرمد مع البائع في ربط رباط الحذاء وقال: هيا قم. قال لي ذلك لأنني كنت ملقا على الأرض. نهضت بعدما حملاني من تحت إبطي، وحال نهوضي صرخت: أغيثوني. أتمنى أن لا يحرم الله قدما من حريتها، فحرية القدم لا تشبه حرية الصحافة ولا حرية الوجدان. قال البائع: سيتوسع الحذاء عندما تسير عليه قليلا. أي مسير، فأنا لا أستطيع الحراك. خرجنا إلى الشارع وأنا أشعر أن شرايين مخي تنتفض لدرجة أن حبات العرق أخذت تنساب من أسفل ظهري. وفي هذه اللحظات قال لي سرمد: هل حضرت قصصك الساخرة التي ستروها لوالد الفتاة؟ ركبنا للترامواي فقلت لسرمد: رجاء يا سرمد، أزل هذا البلاء من قدمي. لا تخلعه، سوف يتوسع بعد قليل. على ما يبدو أنه لن يتوسع، وبسبب الألم قلت له: سأخلعها وعندما ننزل من الترامواي أنتعلها ثانية، وأي حال وصلت إلي حتى أشفق على الركاب والمراقب والجابي. لذلك هبوا جميعا لمساعدتي في خلعها. حاولوا كثيرا إلا أنهم فشلوا. أحد الركاب قال: لنقصها وننقذه. قلت له: لا لا لا، كيف سيقصه وبألف يا ويلا جمعنا ثمنه، لا سيما أن في أعماقي أملا بتوسع الحذاء وانتعاله براحة. نزلنا من الترامواي وأنا أصرخ متألما وأتأوه وأتأخأخ ولم أدري كيف مشينا. في الطريق سألني سرمد: هل حفظت القصص الساخرة التي ستترويها؟ رجاء قل له ما تشاء وأضحك، لأنه عندما يضحك سيلين وسيزوجني ابنته. رجاء أروي له نكات جحا ولا تنسى قصصا أخرى. عندما وصلنا إلى البيت لم أعرف كيف ألقيت بنفسي على الديوان وغطيت وجهي بيدي. سألنا والد الفتاة: ما سبب زيارتكما؟ راح سرمد يستغيث بنظرات حتى كاد أن يبكي، أما أنا فلم أستطع التفوه بحرف واحد. كنت أتصبب عرق الموت ووجهي محمر كالشوندرة وكل قطعة من جسدي تلتهب من الحمى. لاحظ سرمد أن لا أمل مني بالمساعدة، لذلك انفكت عقدة لسانه وراح يثرثر ويروي الحكايات بينما كنت أنا أتصبب عرقا. سألني والد الفتاة: لما لا تتحدث؟ أجابه سرمد: إنه خجول جدا يا سيدي. يداي بين فخذي وأنا أتقلب من الألم. أثناء ذلك أحضرت محبوبة سرمد القهوة. من ينظر في وجه الفتاة يهرب إلى آخر الدنيا. جزاك الله يا سرمد، أمن أجل هذه الفتاة كل هذا؟ بالنهاية نجح سرمد في رواية كل ما حفظ من قصص ساخرة، كذلك نجح في إضحاك الرجل وزوجته حتى طقت خواصرهما. وجهي متغضن من الألم وفي عيني أشعر بشرارة تشبه البرق. أخيرا عرض سرمد رغبته في الزواج من ابنتهم. أجابه والدها: لنفكر بالأمر. بينما قالت والدتها: خيرا إن شاء الله، إنها القسمة والنصيب. بعد ذلك سألتني: هل أنت أعزب؟ عندما أجبتها متأطئ الرأس: نعم، كانت الكلمة الوحيدة التي تفوهت بها. بعد خروجنا من عندهم تركني سرمد غاضبا بعدما أنبني قائلا: أي صديق أنت يا خسارة. بس هكذا بقيت وحيدا وسط الزقاق. جلست على الرصيف، كنت سأمشي حافيا لو استطعت خلع حذائي، لكنه التصق بقدمي فلم ينخلع وكأنه أصبح جزءا من جسدي.
لا أدري كيف وصلت إلى مركز الجريدة وألقيت بنفسي على أريكتي متمددا أنقذوني يا أصدقاء. حاولوا كثيرا لكن دون جدوى. قطعوه قطعوه. كل واحد منهم حمل سكينا أو مشرطا أو موسى حلاقة. اقترح أحد الأصدقاء قائلا: هذا اختصاصي، لابد من عمل جراحي. لقد التصق الحذاء بقدمي لدرجة أنهم قطعوه ومع ذلك لم ينخلع، وأخيرا نجحوا بعدما قطعوه إربا إربا، وبذلك استطاعت قدمي معانقة حريتهما، وأنتم تعرفون معنى ذلك. 3 أيام لم أستطع المشي بتاتا، وكل ما حدث تم بعد ذلك. سابقا كنت أنتعل 38 لكن بعد ذلك حتى 40 بات ضيقا على قدمي، فقد كبرت قدماي بعدما عانقتا حريتهما. ألسنا هكذا نحن بني البشر؟ عندما نتحرر من أي احتجاز ومهما طال أمده نتضخم ولا نستطيع الدخول من باب البيت. بعد 4 أيام قدم إلي والد الفتاة التي طلبها سرمد، وبعدما تحدثنا بموضوعات شتى قال لي: لقد قررنا أنا وزوجتي تزويجك ابنتنا. ذهلت مما سمعت. عفوا، لم أفهم. لأننا أعجبنا بك كثيرا، لم نصادف طوال حياتنا شابا خجولا مثلك، لم نرى شابا ذا تربية عالية مثلك. يوم أتيت إلينا كنت تقطر عرقا من شدة الخجل ووجهك مكسو بالحمرة، لم تتفوه بتاتا وكنت متأطئ الرأس. شرف لأي عائلة دخول صهر مؤدب إليها. وماذا عن صديقي؟ ماذا سيحل به؟ أرجوك اتركنا منه، فهو ثرثار أحمق وقليل الحياة، تصرف بشكل غير عقلاني. حسب ظنه أنه كان يروي قصصا ونكات، لا فتاة عندي كي أزوجه. راح الرجل يزورني مرة كل 3 أيام ممتدحا تربيتي وحيائي. أنا في حياتي مثلك مؤدب، ذو أخلاق عالية، وجهك يقطر حياء، لا تدري أين تضع يديك. يا سيدي، أنا لا أفكر بالزواج الآن. فكر بالأمر، سآتي ثانية ونتحدث في الموضوع. قصص لا تنسى. أنتم تستمعون إلى راديو أورينت. وهكذا أخذ الرجل يزورني كل 2 أو 3 أيام ليتحدث ممتدحا حيائي وتربيتي. لا لا لا، لم أرى شابا ذا تربية عالية مثلك وأخلاق، وجهك مترع بالحياء، لا تعرف أين تضع يدك. ذات يوم لم أستطع ضبط أعصابي، أخرجت من درج طاولة قطع حذائي ذي 37 ملفوفة بجريدة وألقيت بها أمامه وصرخت به: ها هي الأخلاق والتربية والخجل، خذه وزوجه ابنتك. وأنتم تذكروا عندما تنوون الذهاب لطلب يد فتاة أن تنتعلوا حذاء ضيقا. قصص لا تنسى، روائع القصة القصيرة في الأدب العالمي، حصريا على راديو أورينت. مستمعو راديو أورينت، أهلا بكم معنا في برنامجكم قصص لا تنسى، وكنا قد روينا لكم قصة الحذاء الضيق للكاتب التركي عزيز نيسن. ما رأيك بالقصة كندا؟ يعني فادي شي رائع الحقيقة. هذا عالم عزيز نيسن مليء بالمفارقات الكوميدية اللي يعني على قد ما بتضحك بتخليك تشوف قديش الناس بتنخدع بالمظاهر. طبعا اللي بيقرأ عزيز نيسن بيشوف صور دقيقة للمجتمع التركي. الأتراك عموما بيحبوا الجدية في التعامل وبيقدروا الشخص الخلوق، مشان هيك اختار والد الفتاة مثل ما شفنا صاحب الحذاء الضيق بدل الشاب المزوحي اللي جاء ليخطب ايد بنته. كمان فادي بتحس المجتمع التركي بيشبه مجتمعاتنا العربية؟ أكيد، كل المجتمعات الشرقية فيها قواسم مشتركة وتاريخ مشترك، كمان مع وجود فروقات واختلافات بالمزاج العام، لهيك انتشر أدب عزيز نيسن عربيا وحبوه القراء العرب. بهيك منودعكم مستمعينا لليوم، شكرا لكم على المتابعة، انطرونا بمثل هذا الموعد مع قصة جديدة من روائع الأدب العالمي، ودائما على أثيري أورينت. تحية لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.